اهلا بيكم. لا، لازم نروح لدكتور سنان. الاجابه لازم باستمرار، حتى من غير شكوى نعمل تشيك اب عند دكتور السنان باستمرار. لازم نحافظ على الشكل الجمالي لاسناننا. انا هفاجئكم بقى ان الاسنان ممكن تبقى بوابه لسبعه من الامراض المخيفه جدا جدا. يعني الاسنان هي اللي تعمل المشكله. أول حاجة مفاجأة ليكم، اللي يهمل أسنانه وما يروحش لدكتور سنان وما يظبطش أسنانه بانتظام، وجدوا في علاقة وثيقة بين الأسنان نفسها هي اللي تعمل سكر، مش السكر اللي يضر الأسنان. طب ما هو مفهوم قوي، ما أنا عارف إن السكر لما بيبوظ ويعلى وما ينتظمش بيبوظ السنان. لا، الطريق رايح جاي، بابوري رايح بابوري جاي. حاجة تانية كمان، السكتة الدماغية. السكتة الدماغية يعني تأثر حاجة في المخ خطيرة جدا، مركز إدراك في المخ، حركة، سمع، حسب بقى الميكروبات الموجودة في السنان ما تزبطتش كويس، والكالسيوم اللي ما تشالش ده اللي هو عش الغراب ده ممكن يوصل الميكروب لتيار الدم وللمخ. حاجة تالتة الغريبة اللي انتم ما تعرفوهاش بس هي معشورة جدا في الوسط الطبي، الولادة المبكرة. برضو ما اعتنتش بسنانك، الست هتحصل لها، ما اعتنتيش بقى بسنانك، الست هيحصل لها ممكن ولادة مبكرة، ده يأثر على حياة الجنين طبعا. الأمراض اللسة والرائحة الكريهة والبقع، كل ده وارد. الحاجة برضو المهمة قوي وبرضو انتوا دي عارفينها بقى، أمراض القلب والصمامات. ما تهمتش بسنانك، القلب سيتأثر زي ما المخ سيتأثر، زي ما الرحم تأثر بولادة مبكرة. الثلاثي ده غريب عنكم، اعرفوه وافهموه. لكن في وسط ده التجميل والتعامل مع مشاكل الأسنان بالتجميل الصحيح ده واجب قومي، أصبح ليس رفاهية، أهم حاجة في الإنسان جماليا دلوقتي، ده أهم حاجة. وبتوع جراحين التجميل بيزعلوا مني، بتوع الشعر بيزعلوا مني، الأسنان أهم في رأيي. ضيفي العزيز الذي يبدأ في حواره دائما ويمتعنا بهذا الحوار بطريقة مختلفة، بطريقة رائعة دائما، بطريقة فيها الكثير من الإبداع والفكر والتنوير والجرأة في طرح المشكلات بأسلوب راقي جدا، متفرد بيه جدا. نقدر نقول عنوان لهذا الأسلوب، احنا نقول للغولة انت عينك حمرا يا غولة، بأسلوب شيك جدا. ايه هو الغولة واللي بنقول على عين حمرا؟ ده اللي نفهمه النهاردة من ضيفي العزيز دكتور عبدالله متولي، أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايت للأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للابتسامة المعتمد من البي دي سي، الاسم المتميز للغاية. أهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور أيمن. عنواننا النهارده، انا عامل عنوان الحلقه النهارده يا غوله عينك حمرا. ماشي تمام كده؟ تمام. بصرف النظر ان انا عيني حمرا النهارده، بس احنا بنتكلم يعني الجرأه المطلقه في التعبير. تمام كده؟ ديجيتال سمايل ديزاين، تعبير حلو وشيك وجميل ومنتشر. ايوه، كلمني عن هذا التعبير. فكره الديجيتال سمايل ديزاين هي طلعت اصلا يعني مثلا هي بقى لها حوالي 8 9 سنين كده. فاول ما طلعت كل الدكاتره فجاه ايه الديجيتال سمايل ديزاين قبل العيانين بقى، احنا كده بنتكلم على الدكاتره. يعني انا بتكلم على دلوقتي على الديجيتال سمايل ديزاين ده بالنسبه للدكاتره كان ايه؟ ده تصميم الابتسامه الرقمي. تصميم الابتسامه الرقمي. الرقمي يعني بالكمبيوتر. بالظبط. هو سوفت وير او يعني برنامج بتدخل عليه شكل الاسنان وتبدا تصمم الابتسامه قبل ما تبدا شغل. طيب انا هتكلم على شقين، الاولاني بالنسبه للدكاتره هو ايه وبالنسبه للعيان هو ايه. الدكاتره اول ما طلع الديجيتال سمايل ديزاين ده او تصميم الابتسامه الرقمي، كل الناس بدات تاخد فيه كورسات ويسافروا بره وعايزين نتعلم الديجيتال سمايل ديزاين، وكله افتكر ان هو السوفت وير ده لو اشتراه وابتدى يشتغل عليه وتعلم ازاي يشتغل عليه هيدخل شكل اسنان المريض قبل ما يتعالج. البرنامج ده يطلع له شكل النهائي يوريه للعيان يشتغل كده تمام، مفيش اي حاجه تاني. يعني مثلا لو شفنا صوره زي اللي موجوده على الشاشه دي، ده مثلا شكل اسنان، يبدا البرنامج ده يصمم الابتسامه على شكل الاسنان اللي موجود قبل ما تبدا تحضير ويطلع ابتسامه افتراضيه ابدا اشتغل عليها. اولا اوريها للمريض بتاعي اقول له انت بص اسنانك هيبقى شكلها عامل كده، طب بص انت والله الشكل النهائي هيبقى مقرب للشكل ده، انت المفروض طول الاسنان هيبقى كذا، عرض الاسنان هيبقى كذا قبل ما نبدا شغل خالص. السؤال هنا بقى، هل تصميم الابتسامه الرقمي ده شو اعلامي
ولا هو فعلا حاجه ممكن اعتمد عليها؟ دعايه يعني ولا كلام حقيقي؟ طيب انا هقول لك على حاجه بكل صراحه، انا من وجهه نظري هو دعايه، مع ان معظم العيانين دلوقتي بيجي يقول لي لا اعمل لي تصميم ابتسامه الاول، اشوف الابتسامه الافتراضيه بتاعتي قبل ما نبدا شغل، واشوف قبل ما ابدا اي حاجه انا عايز اعرف النهايه هتبقى ايه، وده حقك. طيب ايه مشكله الديجيتال سمايل ديزاين، او ليه هو حاجه دعائيه؟ دلوقتي اي صوره يا دكتور ايمن احنا بنشتغل عليها، احنا الحاله اللي زي دي اسمها صوره ثنائيه الابعاد، يعني انت شايف رسمه، طب هل انت شايف الاسنان دي بارزه ولا مش بارزه؟ مش شايف اي حاجه، انت شايف طول وعرض الاسنان. اذا تصميم الابتسامه الرقمي اللي هو ثنائي الابعاد ده ما بيشتغلش على البعد الثالث، يعني انت مش شايف الاسنان دي طالعه لبره ولا داخله لجوه، انت شايف بس عرض وطول. عرض وطول. طب هل انا لو عملت سمايل ديزاين وطلع شكله حلو قوي على السوفت وير ده، هل العيان ده هيطلع شكله حلو؟ لا مش هيطلع شكله حلو. ليه؟ انت البعد الثالث نفسه مش موجود، انت الاسنان دي حاجه ثلاثيه الابعاد، انا بضحك بتكلم ببص يمين ببص، لكن دي صوره في الوش. فالدكاتره بداوا يعملوا ماركت او يعملوا دعايه عن طريق الديجيتال سمايل ديزاين ده، ان هو يقول للعيان بص انا هوريك شكل اسنانك قبل ما نبدا شغل، بص كده اه عجبتني اه حلو قوي يلا نشتغل، يجي العيان يلاقي في الاخر ايه مفيش النتيجه اللي هو شافها، فتبدا من هنا المشكله. انا وجهه نظري تصميم الابتسامه ده ذوق الدكتور، انت الدكتور لازم يرسمها بايده، ممكن حاجه زي كده تساعده، انما مش هي دي الاصل. يعني ما ينفعش تروح لدكتور اسنان عادي يعمل لك ديجيتال سمايل ديزاين ويشتغل لك وتمام يلا بص حلوه كده، هيتخانقوا في الاخر. الفكره كلها ان انت تصميم الابتسامه ده او الديجيتال سمايل ديزاين ده حاجه مساعده لعين الدكتور ان هو يطلع حاجه حلوه. لو شفنا صوره بعدها برضو ده ديجيتال سمايل ديزاين، هو بص كده ورا العيانه آه، انت بعد لما نشتغل هيبقى شكلك عامل كده مثلا. هو مش حلو، هو مش هيبقى حلو كمان في النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه الاسنان بقى الطبيعيه اللي هتركب مش هتبقى شكلها حلو. طب لو شفنا الصوره اللي بعد دي، حاله زي دي مثلا، دي الاسنان النابل الناحيه الشمال ده اللي هو يمين العيانه، بص هتلاقيه نازل قوي لتحت. طيب النابل اليمين طالع لفوق شويه، في مسافه بين الاسنان اللي تحت. طيب في بروز في الاسنان مش باين لك قوي، مش هيبان غير من البروفايل من الجنب. هل حاله زي دي اقدر استخدم فيها ديجيتال سمايل ديزاين بس؟ ما اقدرش. طب انا بقى فين، انا هشتغل فين؟ لو شفنا الصوره اللي بعديه دي اتعمل لها سمايل ديزاين، الرسمه بتاعتها اترسمت تمام قوي، وفي نفس الوقت الاسنان دخلت لجوه، يبقى انا كده ما فيش حاجه اسمها ديجيتال سمايل ديزاين يشتغل لوحده، مفيش حاجه اسمها ان انا اوريكي ابتسامه افتراضيه قبل ما ابدا شغل وهي دي اللي هتبقى النتيجه، ده كده دعايه معموله. انا بروح لدكتور شفت شغله، شفت فيديوز ليه، شفت حالات متصوره بيه الفيديو قبل ما تكون صور من كل الجناب، سيبك من موضوع الـ انا هشوف ابتسامة الافتراضيه بتاعتي قبل ما اشتغل، ده كلام مش مظبوط يعني. حاله زي دي بص قبل يا دكتور ايمن وبعد، هتلاقي في بروز في الاسنان دخل لجوه. طب هل ده هيتعمل بالديجيتال سمايل ديزاين؟ لا. السؤال اللي بيفرض نفسه، البروز واضح ان هو، انت قلته كم مره في تعبيراتك اللي فاتت؟ كتير، قلت بتاع 5-6 مرات بروز. البروز ده طبعا ممكن يكون من الفك، قد يكون من الاسنان، يعني البروز ده مشكله المشاكل عند المريض وعند دكتور الاسنان، وكتير من اللي عندهم بروز عندهم اعتقاد داخلي ان اسنانه ملهاش حل. حلو قوي السؤال ده. انا دلوقتي عندي نوعين، يعني لو حد عنده بروز في الاسنان او ضب بالمعنى الشعبي، يعني هو ما بيبقاش عارف الفكره جايه منين، او اعمل تقويم ولا اعمل تجميل، طب ادخل اسناني تقويم وبعدين تجميل، ولا ابدا بالتجميل، اعمل ايه مش عارف. طيب في نوعين من البروز هما اللي مسببين المشكله دي، بروز للفك، يعني الفك العظم نفسه طالع لبره، وفي الاسنان بس طالعه لبره. طيب ده ليه علاج ايه وده ليه علاج ايه؟ الاثنين ممكن يشتغلوا مع بعض، بس بروز الفك يفضل ان هو بالتقويم، طبعا لازم بالتقويم. حاله زي دي مثلا، هل ده بروز فك ولا بروز اسنان؟ يعني انت يا دكتور ايمن لو بصيت عليها كده، انت هتلاقي الاسنان نفسها هي اللي طالعه بره، وفي نفس الوقت الاسنان محتاجه علاج، يعني الاسنان نفسها محتاجه
كفرز، يعني هي عامله حشوات اسنان وعامله حاجات في اسنانها. بص الناب اللي فوق ناحيه الحسنه بتاعتها دي هتلاقيه فوق قوي مثلا. بص الـ في سنه جنب السنتين في النص مكسوره شويه، في كذا حاجه. طب دي اعمل لها تقويم؟ هي ما عندهاش مشكله في الفك، عندها مشكله في الاسنان، وكده كده مشكله الاسنان هتتعالج بالتجميل. هنا بص بص الناب ده يا دكتور ايمن، ده مع دكتور التقويم هيعمل ايه؟ هيقوم خلع لها ضرس من ورا ويرجع مكانه، وبعدين بعد ما يخلص تقويم هيبدا بالتجميل. طب لو شفنا الحاله بعد بقت عامله ازاي، بص كده ده بالتركيبات التجميليه في 4 ايام زي ما احنا متعودين. طيب ليه انا ما عملتش تقويم في الحاله دي؟ ليه اضطريت ان مش مضطر، انا كان ممكن اعمل تقويم وبعدين تجميل، بس انا ليه اختصرت المسافات وعملت تجميل؟ لان اولا الاسنان محتاجه طرابيش او كراونز تحافظ عليها، ثانيا مفيش بروز في الفك. طب نعرف منين هو بروز في الفك ولا بروز في الاسنان؟ بص يا دكتور ايمن على الصوره اللي ناحيه اليمين هتلاقي الاسنان معديه الشفه اللي تحت الاسنان. بص الصوره ناحيه الشمال بعد ما عالجنا الاسنان هتلاقي الاسنان في وضعها الطبيعي اللي هي جوه الشفه شويه. فاذا الحاله دي حاله بسيطه، مش بروز في الفك ولا حاجه، هي بروز في الاسنان. علاجها بدل ما ادخل العيان بتاعي في سكك طويله وطرق علاج كبيره جدا تقويم، هو التقويم حلو في حالات معينه بروز الفك ولو الاسنان سليمه قوي. طب هنا الاسنان اصلا محتاجه علاج، فانا اعمل لها تركيبات تجميليه من الاول. وقت قد ايه؟ دي 4 ايام. في بقى حته كده، منطقه كده مهمه قوي، انا هتقمص لك فكر بعض مش الناس وممكن الناس برضو. يقول لك انتوا عاملين تقولوا تجميل اسنان تجميل اسنان، انتوا بس يعني عاملين يعني بروباجندا كده، يعني انتوا ايه يعني محسوكين قوي، اسنان ايه اللي لازم نجملها؟ ما هي طالما بيضه وشكلها حلو، وبعدين هي يعني معضله، هي سنه كمان معضله، ما انا باخد السنه القديمه بتخيلها واقعد كده انا اظبطها واعملها، مش يعني مشكله. حتى الاسنان هنعملها تجميل، فاكر في زمان قوي مش عارف ايه، حتى ايه هنستورده من بره، حتى الاسنان هتعملوا لها تخصص لوحده تجميل. ده كلام مش بس ناس، ده كلام بعض الناس اللي بيشتغلوا في طب الاسنان. وبعض الناس بيشتغلوا في طب الاسنان يعني شايف الموضوع ايه، محتاج ان انا هجيب ورقتين واخد كورسين وخلاص انتهت القصه على كده بالظبط، وهشتغل انا كمان تجميل. ما هو كله بقى يشتغل تجميل، الفكره كلها في عواقب التجميل عند دكتور مش متخصص في التجميل. الكلمه اللي على طول اللي احنا بنقولها، انا ما ينفعش يبقى عندي القلب اروح لدكتور عيون، ما ينفعش يبقى عندي مثلا ايدي اتكسرت اروح لدكتور اسنان. هي دي نفس القصه، انا لو عملت تجميل اسنان بطريقه غلط انا بضر نفسي، ويعني العواقب بتبقى صعبه. احنا لو شفنا صوره زي اللي موجوده دلوقتي دي، الاسنان دي على فكره دي مش اسنانه كده، ده عمل تجميل اسنان بس تجميل اسنان وقع، يعني تجميل اسنان ما استمرش معاه. طيب هو عمل ايه؟ برد اسنانه بطريقه خاطئه، اختار ماده او خامه في تجميل الاسنان غير ما تنفعش خالص في تجميل الاسنان، بتقع من على الاسنان، المفروض المواد المستخدمه تمسك في الاسنان ما نعرفش نطلعها. ده هو كده، دي كده اسنانه وهي مبروده عند دكتور مش بتاع تجميل اسنان، هو جاي لي بالاسنان واقعه، وفر عليا تكسير الاسنان اللي الدكتور عملها له، بس هو كده ضر نفسه وضر اسنانه وعمل علاج جذور غلط. غلط نعمل علاج جذور على الفاضي، احنا لازم نعمل علاج جذور، وانت محتاج علاج جذور. ده عمل علاج جذور، عمل حشوات غلط، عمل تحضير اسنان غلط، عمل كل حاجه في حياته غلط. طيب الحاله دي لو كان جالي من الاول، او لو اختار صح دكتور بتاع تجميل من الاول، هيعمل ايه؟ هيعمله فينيرز قشره. انت متخيل ان الدكتور عمل له اسنانه كده عشان هو مش بتاع تجميل؟ بص اسنانه بقت عامله ازاي. طبعا الحاجات دي اتعالجت، بس طبعا خدت مجهود مننا ومن العيان نفسه. بص ده بعد التجميل، فالفكره كلها لازم اختار الدكتور بتاعي بتاع التجميل بالذات، ده لازم اتعب قوي وانا بدور عليه. بتاع التجميل ده لازم اتعب وانا بدور عليه، بتاع التجميل بالذات. في عايز تقول حاجه على الحلقه دي تاني؟ هو يعني هو انا صعبان عليا بصراحه، انا ببص له بتضايق، انا بيصعب عليا التحضير اللي معمول له في اسنانه اللي تحت، يعني ده ما كانش اسنانه كده، التحضير اللي معمول له في اسنانه تحت وعلاج الجذور اللي اتعمل، احنا عارفين ان علاج الجذور ده
زي ما انا قلت لك يا دكتور ايمن، هو الالارم هو المنبه ان في مشكله. فبالاستسهال بقى بعمل ايه؟ انا هموت لك المنبه ده عشان ايه؟ خلاص ما تقوليش اي تصحى براحتك بالظبط. عشان تصحى براحتك بالزبط. او ما تصحاش بقى. فانا بنصح اي حد رايح يعمل تجميل في اسنانه ما يعملش علاج جذور غير لو الحاله مستدعيه لكده. في ناس كتير بشوفها سايبه اسنانها فيها عيوب كتير قوي. ما بقاش عارف اسالهم، في ساعات الواحد بيبقى خجلان اجتماعيا والناس مش صحابي قوي فما بكلمهمش في الموضوع يعني، بس دايما بفكر في الحكايه دي في اللاوعي ساعات، وساعات في الوعي ساعات اقعد اسال فلان ده اللي عمال مثلا ما شاء الله يصرف فلوس في الهيفا واللي مش هيفا، يعمل عزومات لاي حد، يعزم اي حد مش مهم عنده، مش كرم ده هبل. في فرق بين الكرم والهبل، او في فرق بين الكرم واللي بيسموه المنظره. المنظره هو ده التعبيرين الصح بالظبط. الكرم والمنظره شتان بينهما. الكرم ان انا اوجه دعوه للي يستحقها او للناس اللي تستاهل الغلابه، او الناس حبايبي اللي مش غلابه. في حبايب ممكن يكون واحد مقدره كويسه جدا واعزمه، ده كرم. او الكرم اللي انا للناس الغلابه اصرف فلوسي فيه. المنظره ان انا اصرف فلوسي في اي حاجه بقى، وجاي وسايب سنانه. طب سايب سنانه ليه رايك؟ ده نوعيه من الناس. ناس تانية عندها فكره لا انا اسناني معديه احتمالات الاصلاح، معديه قدرات البشر اطباء المجره. يعني لازم اللي يصلح سناني يكونوا من اطباء مش من مجره التبانه، من مجره اللي جنبها النجم الاحمر. عارف انت انا بحب الكون كده. فهو في دماغه ان اللي هيصلحها بقى ايه؟ ناس من الثقب الاسود البعيد. اهم صفه في دكتور الاسنان ان هو يبقى ذكي. ليه يبقى ذكي؟ يعني لازم يبقى ذكي جدا في اي كلمه هيطلعها للعين اللي قدامه او للكلاينت اللي جاي له، لان ده ممكن ياثر عليه فتره كبيره قوي من عمره هو مش مستفيد من حاجه بسيطه بتتعمل في 4 5 ايام بسبب كلمه او كلمتين نتيجه لوجهه نظري الغلط تماما قلتها العيان بتاعي دمرت له حياته فتره طويله. طيب ليه كده؟ انا مثلا حاله جايه لي شايفها ان هي صعبه قوي، او شايف طريقه علاج واحده بس ما تنفعش بغيرها. لا، دكتور الاسنان لازم يبقى عنده كذا طريقه للعلاج، لازم يكون ذكي في اختيار الكلمه اللي هتطلع للعين اللي قدامه. طب لو شفنا حاله زي اللي قدامنا دي حد لطيف جدا، انت لو اتكلمت معاها والله يعني حد لطيف جدا فعلا. طيب بص منظر اسنانها عامل ازاي. هي كانت عامله حادثه عربيه واسنانها اللي قدام اتكسروا. حادثه العربيه اللي عملتها دي خلت العظم اللي فوق ما يبقاش فيه عظم متاكل. راحت لثلاث دكاتره اسنان كبار قوي، قالوا لها الثلاثه قالوا لها نفس العلاج. ايه العلاج بتاع حضرتك؟ هنعمل زراعه. طيب الزراعه دي هتتم ازاي وما فيش عظم؟ لا احنا هنزرع عظم الاول. طب وقت قد ايه العظم ده؟ هنقعد 6 شهور زراعه عظم، وهناخد لك عظم من حته في سقف البق مثلا او في اي حته من جسمك هناخد عظم ونزرع لك العظم ده، والعمليه دي هتبقى جي اي يعني تخدير كامل كلي. وبعد زراعه العظم هنقعد 6 شهور لسنه، وبعدين واصلا مش هنبقى عارفين نتيجه زراعه العظم دي نجحت ولا لا، يعني مفيش ضمانه ليها عشان انت العظم بتاكل بزياده. وبعد السنه دي هنحط لك زرعات تقعد من 3 ل6 شهور. فطبعا لو انا دكتور سنين اهو وسمعت الكلام ده ومفيش حل غير ده، انا مش هعمل سنين، انا عايش كده. ليه تدخلني في عمليه وتاخد عظم من رجلي ومش عارف من الفخذ وعظم ليه؟ طيب هل في حلول تانية تقدر هي خلاص مش هتعمل ده وسابت الكلام ده، انا خلاص مش عايز اعالج سناني، انا سلام عليكم. طب راحت لدكتور تاني، على فكره الحاله دي انت لو رفعت شفتها هتتخض، يعني الشفه اللي فوق مداريه على شكل تاكل العظم. هي شافتني مع حضرتك وجات لي، فبتقول لي
انا عايزه حل، او هل في حل؟ بتقولي هل في حل بديل لان انا اتعالج في سنتين واخش عمليات؟ يعني من اول وهله كده انا رفعت الشفه، طبعا اتخضيت، نزلي الشفه. طب هي الانتي اصلا الكلام اللي فوق ده كله، العظم ده باين؟ لا مش باين. انت شايف يا دكتور ايمن في اي حاجه باينه من العظم؟ لا. حظها اللطيف ان الشفه مغطيه العظم. طب انا بعمل لك تركيبات في 4 5 ايام هتعيش معاكي حوالي 20 ل 30 سنه، بس اختار ماتيريال مظبوطه، ماتيريال قويه، اللي هي زيركونيا. شكلها مش هيبقى حلو قوي، مش زي الايماكس بس قويه. وتحلي مشاكلك بدل ما ادخلك في فكره زراعه عظم وممبرين وزراعه وعمليه واخد من عظم الفخذ وقصص. طب لو شفنا الحاله بعد، بص كده دي في قد ايه؟ في 4 ايام تركيبات ثابته. طب انا ليه ما بقاش بالذكاء الكافي ان انا اعرف اتعامل مع اي حاله على حسب المعطيات اللي عندي؟ انا عندي عيانه بتخاف جدا، دي كانت خايفه من حقنه البنج، هقول لها خد عظم من الفك بتاع رجلك، من قصدي هتمشي او هتمشي. اللي هي نقطه عنوان الكلام بتاعك، ان لازم الدكتور عارف ادق من كلمه ذكي ده، يكون حويط، يعني هو نفسه فاهم المريض اللي عنده بالزبط. فاهم البيهيفير. انا ممكن اقول له حاجه انا متاكد ان المريض ده هيطلع ما بين الاوضه مش هيرجع لي، لازم اكون قاريه. هي مش فكره ان هو هيرجع لي ولا مش هيرجع لي، فكره ان انا اثرت على مستقبله. ما هو هيقعد فتره كبيره قوي بسنانه بالشكل ده، وحالته النفسيه هتبقى عامله ازاي، وهيتعامل ازاي مع الناس بسبب كلمة أنا قلتها له؟ يعني هاخد من عظم الفخذ ده أحط لك في سنانك وتقعد سنة وعمل ليه؟ طب ما أنا أشوف حالته، هل مستدعية ده؟ هل أصلا العظم اللي فوق ده باين مش باين؟ طب ما أعيشه حلو، أعيشه سعيد في 4 5 أيام والدنيا اتظبطت. وهتعيش معاه كتير التركيبة دي، لأن إحنا مختارين مادة قوية جدا اللي هي الزركونيا. في 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 مواد تانية شكلها أحلى من دي، بس أنا هنا هلجأ للقوة لأن المسافة كبيرة. وفي نفس الوقت شكلها حلو برضه. شكلها معقول قوي قوي يعني. بالظبط. انت يعني هو طبعا دايما الايماكس اعلى من الزركونيا شويه في الامام، بس الايماكس اضعف من الزركونيا في قوه التحمل. كلمني بقى على الفراغات. فراغات ما بين السنان. هي دي واحده من اهم، انا شايفها اكبر مشكله بتواجه سنان مصر. الفراغات مش من اكبر المشاكل. الفكره كلها في طريقه علاجها، ان كل الناس بتقول لك اعمل تقويم. انا مش ضد التقويم، بس انا ضد التقويم لما يبقى انا بعديه كده كده هعمل تجميل. يعني انا مع التقويم جدا، انا بحب التقويم جدا لان انا مش بلمس الاسنان، الاسنان ربنا خلقها زي ما هي. انا ضد فكره ان انا حاله تبقى مستدعيه تجميل ابدا بالتقويم وبعد التقويم اعمل تجميل. طب ما ابدا بالتجميل، مشغل دماغي شويه. حاله زي دي اللي احنا شايفينها عندها فراغات بسيطه واسنانها شكلها وحش، وعندها ناب بدل السنه اللي في، يعني بدل السنتين اللي في النص في المفروض جنبهم اسنان غير الانياب، هي عندها الانياب على طول. طب دي حلها ايه؟ ان انا اعمل تقويم اوسع المسافه دي شويه وازرع لها سنتين، قصه كبيره جدا، وهخش في تجميل برضو. طب ما انا اعمل التجميل من الاول، ادرس الحاله، ادرسها كويس، اصورها فيديوز، اعرف مقاساتي ايه كويس، وابدا لها على طول تجميل في 4 ايام او 5 ايام من غير ما ادخل نفسي في الـ عناء التقويم وعناء الزراعه وقصص كتير قوي. ليه؟ طب ما انا اعمل لك فينيرز من الاول، حالتك دي هتتحل في 4 5 ايام من غير ما اعطلك واعطل نفسي، وانا كده كده بعد التقويم هعمل لي تجميل. لكن لو حاله اسنانها مظبوطه وعندها فراغات واسنانها مظبوطه وسليمه واشكالها حلوه وانا عملت تجميل بدل التقويم، يبقى حرام عليا حتى لو العين عايز كده. اللون، اختيار اللون في عوامل مؤثره. اللون بقى انت عمال تكلمني عليه من الايه، الحلقه اللي فاتت. فانا جايب لك بقى، لقيت لك حاله من افريقيا اللي هم بقى البشره اللي هي السمراء الجميله. عشان نفسي نفهم الناس ان لون الاسنان ملوش علاقه بلون البشره خالص. انا ممكن تكون بشرتي غامقه جدا وعامل لك لون فاتح جدا. ايه هي العوامل بقى اللي حوالين اختيار اللون؟ اول حاجه الخامه. خامه الاسنان لو هي بتدخل الضوء جواها، لو هي بتإميت اللايت، يعني
تسمح بمرور الضوء زي الاسنان الطبيعيه اقدر اعمل لك لون فاتح. في الحاله دي مش هيهمني بشره سمراء ولا لا، حسب كمان بياض العين. شفت يا دكتور ايمن البياض بتاع لون العين؟ انا قدامي ان انا اعمل حتى لو بشره سمراء جدا ان انا افتح درجه الاسنان درجه عن بياض العين. لو شفنا الحاله دي بعد احنا عملنا لها تجميل اسنان باللون فاتح شويه، لو شفت الصوره اللي بعد كده هنلاقي ان احنا عملنا تجميل اسنان البشره سمراء واللون فاتح بتاع الاسنان، بس لايق عليها، لايق عليها جدا جدا، ملهاش علاقه بلون البشره خالص. اول حاجه الماتيريال، الخامه، الخامه اللي بتعدي الضوء من خلالها اللي هي الالترا او الاي ماكس بتخلي الاسنان شكلها طبيعي، فانا اقدر اختار لون فاتح. تاني حاجه احنا كمان شلنا عملنا تقشير للثه، اللثه كان لونها كمان اسمر شويه او يعني غامق شويه، شلنا الكلام ده كله، ابتسامه فاتحه وعريضه ولايقه عليها حتى لو لونها غامق. طبعا الحاله دي لو كانت سمحت يعني ان احنا نعرض لون عينيها، بس لون بياض العين كنا هنعرضه. بس انا اقدر اعمل تجميل اسنان بلون فاتح لاي بشره، بس اختار الماتيريال المظبوطه او الخامه بتاعت التجميل المظبوطه. انت بتنورني، الله يخليك يا دكتور. بستمتع بهذا الحوار لانه انا حوارنا دايما مع الدكتور عبد الله فيه ميزتين مهمين جدا، اولا خارج نطاق التقليديه، ثانيا وده المهم جدا انه صادق الى درجه كبيره جدا وخارج من القلب لمصلحه المريض من ناحية التثقيفيه. ضيفي العزيز الاسم اللامع واحد نجوم هذا العالم دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايت الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم ابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. نورت حبيبي يا دكتور ايمن، خليكم دايما مع الناس الحلوه. لاحظنا ان في حوادث كتير زادت قوي الفتره الاخيره. عمليات العمود الفقري عمليات معقده جدا وكبيره جدا ومشاكلها برضو كتيره، لانك انت بتتعامل مع تركيبات كتيره ومختلفه وحاجات صعبه. يعني في بعض البلاد على مستوى العالم